أوضح فيه حتة مهمة بالنسبة لنا، أخليه إكزامبل 74 وده يبقى آخر إكزامبل على الطابل، ونبدأ إن شاء الله في حاجة تانية اسمها الست. تمام؟ أنا لو عندي مثلا طابل وجيت جواه كده كده واحد مثلا، ما فيش شير سكرين. سكرين يا دكتور، لكن اعمل شير سكرين. سوري، طب انا فاكر انتوا شايفيني دلوقتي، طب ما حدش بيتكلم ليه؟ طيب عملت بس تابل، واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة سبعة، ماشي تابل فيها شوية أرقام وخلاص، شوية أرقام وخلاص، وأعمل أختها بالظبط، أعملها تيست، ماشي؟ طبعا احنا بالنسبه لنا الشكل هيتغير بسهوله بمجرد بس تغيير الايه؟ تغيير الاقواس، صح كده؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ انا لو جيت عملت برنت برنت التابل بيساوي القيم اللي في التابل يعني، فهطبع التابل هنا و هبرنت بعد كده التابل، تمام؟ سايز حجم الطابل بتاعي فين في الميموري، وده بكل بساطه هنعمل ايه؟ هنقول الطابل دوت حاجه اسمها اندر سكور، تمام؟ ودي فانكشنز عامه، اندر سكور اندر سكور، في حاجه اسمها سايز اوف، شايفينها؟ سايز اوف دي شويه حاجات عامه بنستخدمها على طول يعني، في انها حاجه اسمها سايز اوف بتجيب لي اندر سكور اندر سكور سايز اوف اندر سكور اندر سكور ومحفوظه، تمام؟ دي بتجيب لك حجمات الميموري، بس عشان اثبت فكره، بس ايه يعني الاصل من الفكره ان انا اوريكم الفرق الفعلي اللي هو في المساحه. لو جيت قلت الليست وجيت هنا عملت الليست وجيت هنا قلت الليست سايز وجيت هنا الليست سايز اوف عملت سيف وقت خمسه، انا طبعا لما انا كنت واخد البيانات زي قدامكم زي ما انتم شايفين هي هي بالظبط، تمام؟ هتلاحظ هنا بقى كام 288 بايت، وهنا كام 300 ايه 304، طبعا في فرق رغم ان هو فرق بسيط بس في فرق، تمام؟ في فرق طبعا ولا يذكر يعني، هو كقيم حاجه يعني لا تذكر يعني، بس برضو بندلل بيها على ان المعنى ان الفكره نفسيها موجوده، تمام؟ طيب ده بس ايه، احنا بنتكلم ان الطابل بيبقى مفيد فقط بس لو عندك قيم ثابته وكتيره على طول اشتغل طابل عشان المساحه، تمام؟ تمام. موضوع الطابل سايز اوف اي حبيت، تعالى بقى معايا نشتغل على موضوع تاني خالص بس برضه تبع الكوليكشن، موضوع تاني خالص بس برضه هو موضوع من ضمن الكوليكشنز هعتبره. هو عندي اثنين. امال النجوم ما قالتلكش مش عارف انت النجوم اللي حطيناها. ارجع لك دلوقتي النجوم. عايزين نحط فيجر خمسه في وسط الكلام. هنتكلم ايوه على حاجه اسمها الست. تمام؟ الست برضه من ضمن الحاجات اللي فيها قيم متسلسله عشان كده سميناها كوليكشن، تمام؟ تعال نخش ناخد بس معلومه ايه الست. الست طبعا اول ما بنقول ست كمجموعه بيجي في دماغنا دايما الموضوع بتاع الاحصاء، فاكرين؟ الست المجموعات والمجموعه ايه والمجموعه بي والمجموعه ايه بتشترك في المجموعه بي والمجموعه بي مش عارف، فاكرين الكلام ده ولا خلاص يعني الموضوع ده انتهى نسيناه من زمان؟ على العموم هو فاكرينه ولا مش جاي معاكم؟ لا مش متذكرين. بنكتب مثلا سين بتساوي ومفاكرين قوسين كده اللي هو قوسين اللي هو السكوير براكتس الكير بريسز اسف الكير بريسز، وابدا اقول ايه بقى؟ احط بقى مجموعه 1 2 3 4 5 وقيم كان ليها كده حاجات، هي المفهوم القديم ده بتاع الاحصاء. السيت collection of unordered items، يعني مش شرط ان هي يكونوا مرتبين ولا حاجه يعني. تمام؟ ادي اول ايه؟ اول حاجه ناخد بالنا منها ان هي
unordered items. كل element في الست must be unique. زي الست عادي جدا الإحصائية أو الرياضية. ما ينفعش يبقى الست فيها كلام فيها قيم مكررة. تمام؟ يعني أول واحدة. ثاني حاجة هي immutable. يعني ما بتتغيرش. يعني الست بتفضل زي ما هي. الست دي الست اللي بتاعت الإحصاء والرياضية أو البرمجة بتاعت البايثون. Sets remove the duplicates elements. خد بالك يعني لو انت حطيت قيم ودبلرت انت دخلت قيم مكررة هي هتعمل ايه؟ هترمي على طول اوتوماتيك اي شيء متكرر هي هترميه يعني هترفض الفكرة وهترمي اي شيء متدبل تمام؟ Sets are mutable which means we can مش عارف ايه index بس لا هي برضو mutable يعني بنقدر نغير قيمتها بس في انشائها ما بنقدرش نغيرها نحط قيم اساسيه وبعد كده نبدا يعني من الاخر بنقدر نغير فيها يعني ببساطه جدا اقدر اعملها اد وديليت وكلام من ده تمام ده متاح اقدر فعلي اعمل ده لكن ما كونهاش من انواع متغيره فاهمكم النقطه دي بالتفصيل يعني عشان دي فيها ايه يعني سنه كده ما بين الميتابول والميتابول بس خد بالك من حاجه ما فيش اندكس مش حاجة اسمها إندكس انسى موضوع الإندكس بقى كله تمام موضوع الإندكس ده هنشيله وهنضطر نشيله من دماغنا مفيش إندكس في الست طيب الست لو تفتكروا اللي هي كانت بتتعمل زي نوايد كده ونقول بقى ايه اليونيون والانترسكت فاكرين كده سيبوكم من ده خلينا بس ناخد ديفينيشن وتعالوا بينا بسم الله ناخد اكزامبل على ال الست ما اعرفش ال 75 ده موجود ولا مش موجود بس تعال نشيل بقى التابلز والكلام ده خالص احنا الكلام ده بالنسبه لنا مش محتاجينه دلوقتي تمام احنا عايزين نشتغل على حاجه اسمها ست يعني احنا هناخد how to define set how to define set طيب طبعا انا ممكن اقول ست رقم واحد كده تقول بتساوي خدوا بالكم الست ممكن تتعرف بالشكل ده هي بتتعرف بالكيرلي بريس دايما في الغالب احنا بنعرفها بالكيرلي بريس لكن لما بتبقى فاضيه بتبقى فيها مشكله لما تبقى فاضيه بتبقى فيها مشكله خلينا اقول الاول العاديه وبعد كده اقول لو فيها مشكله مثلا واحد واثنين وثلاثه ست عاديه كده لو جيت قلت له بنت الست طب رقم انت ممكن الواحد اللي تقول ايه ده الكلام كله بالطبله الطبل شبيه او الديست الست لا الست فيها شويه حاجات هنشوفها كمان شويه مع بعض مختلفه ولذيذه عن يعني ليها افاده واضحه وصريحه عن الليست وعن الطبل تمام ليها حاجه واضحه انا قلت له اطبع لي ديت وهقول له كمان برنت التايب بتاع الست 1 دي تمام؟ قلت له كده في خمسة. قال لي ايه المجموعة بتاعتك 1 2 3 وديت عبارة عن ست. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ست مباشرة ما فيهاش أي مشكلة. طيب كويس جدا. يعني الاستخدامات الشهيرة لو أنا جيت قمت عامل ايه مثلا؟ قلت ست 2 أو مثلا ايه؟ عملت حاجة اسمها أوردر ستيتس. لو كنا أوردر حالة الأوردر يعني. واقدر احط مثلا ان الاوردر ده بيندنج الاوردر ده مثلا كومبليتد الاوردر ده مثلا شيبد الاوردر ده كانسل خلينا نكتبهم عشان يبقى ده سهل بالنسبه لنا واضح الاوردر ده ريفاندد مثلا دي ست على بعضها كده مجموعة من القيم ست مباشرة ما فيهاش أي مشكلة. طيب أقدر أطبعها زي ما طبعت هنا الست وأقدر أطبع الطيب بتاعها ما فيش مشكلة. فأنا هعدي الخطوة دي. أنا هعمل إيه؟ هقدر أدوب عليها وأطبعها بالشكل العادي زي ما كنا بنعمل مع ليست مع الدبل أر. يعني قلت فور الأو إس الأوردر ستيتس إن الأوردر ستيتس تمام؟ عادي جدا. أقدر أعمل إيه؟ اقدر اقول برنت الاو اس تمام
كنترول اس وقفت 5 عادي جدا. قال لي سيت ولا ايه؟ اديت ايه؟ كومبليتد ريفاندنج بيندنج كانسلت شيب. مفيش اندكس، ما اقدرش اشتغل بالاندكس خالص، ما اقدرش اشتغل باي شيء يخص ايه، يخص الاندكس نهائي. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اتكلم عليها اللي تاخدوا بالكم منها وانتم بتعرفوا وانتم بتديفاينوا السيت، حاجتين مهمين ده كمان. لو انا جيت قمت عامل سيت زي دي، قمت كاتب مثلا 100 200 300 700 1000 100 دي خليها 62. ايه اللي حصل؟ ايه اللي انتم ملاحظينه هنا؟ نسح معايا ولا ايه؟ ايه اللي انتم ملاحظينه هنا؟ محدش ملاحظ حاجه. تكرار بالظبط، في تكرار. واحنا قلنا ان الست بتعمل ايه؟ هتلغي التكرار صح؟ لو جينا عملنا كده قلت 5 كده هتلاقي اللي حصل 100 200 1000 300 700 كل سنه وانت طيب. 100 200 100 200 300 300 اتحطت ورا ال 1000 700 ال 100 في ال 100 فين الثانيه؟ مفيش 100. نفس الوقت هي ما عندهاش مشكله في حته ان انت تبقى مرتبه ولا مش مرتبه، لان الست مفيش فيها مشكله ان هي تبقى مرتبه من اساسه. تمام؟ دي مش قضيه اصلا عندنا، مش قضيه في حكايه الترتيب دي. خلاص؟ طيب ايه تاني ناخد بالنا منه واحنا شغالين على الست؟ لو جيت عملت ست فاضيه دايما دي غلطه بنوع فيها، وبعدين ست وخلاص عرفتها كده. في نوع تاني احنا هناخده ان شاء الله في الكوليكشن اسمه الديكشنري. اسمه ايه؟ ديكشنري. اتكلمت معاه ايام الطب اللي اتكلمت عليه، وادي في الست برضه بتكلم عليه. الديكشنري بقى لما يجي بيتعرف بيتعرف برضه بالكيري بريس اللي احنا عاملينها. فاللي هيحصل معاك لو جيت قلت له اطبع التايب بتاع الست الثلاثة جزء في 5 هتلاقي ان هو اعتبره ايه؟ اعتبرها ديكشنري مش ست. وده بسبب ان العلامة دي بتستخدم في الاثنين. في البايثون اللي العلامة دي بتستخدم في الاثنين. لو انت عايز تعرف ست فاضية وست فور بتساوي ومعرفها بكلمه ست زي ما كنت بقدر اقول قوسين، زي ما كنت بقدر اعرف دبل قوسين، كنت بقدر اعرف ريست قوسين. الحاله دي لو جيت تطبع التايب بتاعها تطبع التايب بتاع اللي هي الست رقم 4 هتلاقي ان هو قدر يفهم ان هي ايه؟ قدر يفهم ان هي ست من غير اي مشاكل. ماشي بقى ده كده كنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في هاو تو ديفاين الست. تمام؟ وهنا كمان خدنا ازاي نشتغل عليها ونعرضها يعني. مفيش مشكله. طيب اخد مثال تاني. في سؤال او اي حاجه يا شباب في الموضوع ولا انتم سايبيني فاهمين ولا في مشاكل؟ محدش بيرد فانا هعتبر ان السكوت علامه الرضا والناس فاهمين. لسه بس يا دكتور عايزين نعرف استخدامها او الفرق الاساسي بتاعها، الميزه بتاعتها الاساسيه في الاستخدام يعني. الميزه ولا الفرق ولا كل الكلمه من دول ليها معنى؟ خلاص الفرق في فروق واضحه من دلوقتي صح؟ في فروق واضحه. الاندكس ده كان حاجه خطيره جدا بالنسبه لنا في الليست وفي البتاع ده وفي الطبق، وكذلك كمان في الاندكس والنيجاتيف اندكس والسلايس كل ده راح لان ما فيش اصلا اندكس من اساسه. فانت في هنا في اختلاف واضح. لكن ايه هو اللي بيميز الـ الست عن الباقيين؟
هو فكره احصائيه هكلمكم عليها كمان شويه، بس الاول انا تخيلت ان انا ممكن ارتب لكم موضوع ايه، تعال نشوف ازاي نضيف على الليست، ازاي نعدل على الست، ازاي نحذف من الست. يبقى كده خدنا عمليات اساسيه، وتعال نشوف العمليات بقى اللي عند الست اللي مش موجوده عند غيرها. ماشي ولا ايه دكتور عادل؟ هي الميزه في الست انه بلغ التكرار، هي الميزه، وفيش اندكس. دي مش ميزه يعني، دي تعتبر دي اساسياتها، لكن المميزات الفعليه ان انا بقدر اعمل يونيون، اعمل اجيب اتحاد، كان بيسموه كده بالعربي زمان اتحاد المجموعتين، واقدر اجيب تقاطع المجموعتين، فاهمني؟ واقدر اجيب الديفرنس ما بين مجموعتين، تمام؟ اللي هو الديفرنس ما بين مجموعتين دي حاجات، واقدر اجيب برضو اللي هو اللي في الايه، اللي في مجموعه الف ومش مجموعه ب، واللي في مجموعه ا ومش مجموعه ا، فاهمني؟ هي دي اللعبه بتاعت الموضوع كله، هي الست كلها قايمه على الحته دي، اللي في الاول مش في الثاني، اللي في الثاني ومش في الاول، اللي في الاول وفي الثاني، اللي في الاول المشترك ما بين الاول والثاني، هي كده، فاهمني؟ اللي في الاول وفي الثاني ومش في ومش مشترك، الحاجات دي. ده الكور بتاع اهميه الست، غير كده مش واضح، فاهمني؟ نعم واضح، تمام. فهنشوف ده، وهو مهم يعني، ما حدش يقدر ينكر ان هو مهم يعني، هي العمليات دي ساعات بتقابلنا، تمام؟ يعني مثلا بيبقى عندك بيانات هتقابلكم قدام، يعني مثلا ايه؟ انت عايز اديكم مثال واقعي. بشتغل مع داتابيز مثلا، في بيانات ناس، وجبت الناس بيانات الموظفين عندي اللي في الجيزه مثلا، او في القاهره، او في مصر، او في السعوديه، اي حته، المهم في منطقه. وكان عندي دي كده دي بنسميها سبت، مجموعه بيانات مين كده ليها بيانات، وعندي مجموعه ثانيه الناس مثلا اللي بتقبض قليل عندي في الشركه، الناس اللي بتقبض بشكل ضعيف عندي في الشركه. ممكن اكون عايز اعمل ايه؟ اثنين ست هم، انا ممكن طبعا اقعد اعمل لوب وول، ده هنا ولا ده هناك، ده هناك ولا ده هنا، ده مش عارف ايه، وهتجنن في الموضوع. وممكن استخدم الست اقول له هات لي الانترسكت ما بينهم، تقاطع ما بينهم، يعني الناس اللي بتقبض قليل وموجوده في جده مثلا، فخلاص كده بسهوله الست هتعمل لك الموضوع ده، هتجيب لك التقاطع، او تقول له هات لي اللي هنا ومش هنا. زي مثال تاني واضح، مثلا انا عندي مثلا عايز اجيب الطلبه، مثلا عندي مسابقه في الجامعه مثلا، وعايز اطلع الطلبه، عندي لسته الطلبه مثلا اللي شاطرين حاجه معينه، في نفس الوقت مثلا طوال عشان يلعبوا سله مثلا، او مسابقه فيها حاجه كده، فعايز اجيب مثلا التشابه او الاختلاف ما بين المجموعات، بس انا عندي لسته دي ولسته دي، كانت دي حاجه ودي حاجه ثانيه، فاهمني؟ فبتنفع في الحاجات دي، تنفع في الحاجات دي، مفهوم؟ هنشوف الحاجات دي، يعني انا هوريكم ان شاء الله اليونيو والانترسكت والحاجات دي بتتعمل ازاي، بس الاول نعرف بس نعمل العمليات الاساسيه على الست، نعرف نعمل العمليات الاساسيه على الست. ايه العمليات الاساسيه على الست؟ الاضافه والتعديل والحذف والعرض، وبعدين نبدا نشتغل بقى ايه الجديد اللي فيها، ومش مثال ايه، وضحت الفكره، ايه الجديد اللي فيها، عرفنا ايه الجديد اللي فيها، صح ولا فيها مشاكل؟ واضحه؟ تمام دكتور. انا عندي الست اللي قدامي، لو انا عايز اد element to set، هل ينفع ان انا اد element للست؟ تمام. الاد هنا عندنا ان انا بعملها اقول له order status dot، تمام. في عندي function مباشره اسمها اد، في فانكشن مباشره اسمها ايه؟ اسمها اد. عندي اد، هم اللي كانوا موجودين في الليست، هم اللي كانوا موجودين في الليست، كتير جدا هم موجودين في حاجات مش موجوده في الليست اصلا. اد موجوده في الليست، اخذناها. مش هشرحها تاني بس هوريكم على طول على السريع. كلير اخذناها، اللي هي بتعمل ايه؟ بتمسح كل البيانات اللي موجوده في الليست، صح؟ اخذناها. الكابي اخذناها، هي نفس المفهوم اللي موجود في الليست، تمام؟ الديفرنس لا، والديفرنس ابديت لا، والديسكارد لا،
والانترسكشن لا، والانترسكشن ابديت لا، وايز دي جوينت لا، وايز سبسيت لا، وايز سوبر سيت لا. البوب اخذناه، الريموف اخذناها، السيمتريك ديفرنس والسيمتريك ديفرنس ابديت ما اخذناهمش، اليونيون ما اخذناهاش، الابديت اخذناه. يبقى احنا كده باين قوي ان احنا عندنا حاجه اسمها سيمتريك ديفرنس، عندنا انترسكت بانواعها، عندنا ايه الديفرنس بانواعها، عندنا الديسجوينت، عندنا سبسيت وسوبر سيت. المفاهيم دي كانت موجوده عندنا في الاسم، ودول كلهم باين قوي ان هم مش موجودين عندنا في الايه، ولا في الليست ولا في الايه ولا في الطبل، وهم دول اللي احنا هنعمل عليهم شوف، وهم دول اللي هنستفيد منهم فعلا في فكره الليست. لما يكون عندك فكره عايز تعرف دي سبسيت ولا لا، دي سوبر سيت ولا لا، دي انترسكت ولا لا، دي مش عارفين، هيبقى السيت هي اللي قدامك افضل حاجه. لكن خلينا ناخد الاساس اللي هو الحاجات الاساسيه ليه قاعد عايز اضيف للليست مثلا ايه ويت فور بينت بس، يعني الاوردر ده منتظر الايه، منتظر الدفع مثلا كقيمه احنا ممكن نحتاجها. واخلي معلش بعد اذنكم اللوب بتاع الطباعه في الاخر اللي هو ايه، نخليها دي سيت عرض السيت، وهنا بنقاد ايتم على السيت الموجوده تمام. لو قلنا بريت then الاوردر تمام، بس خمسه قال لي هم خمسه اولا، ولما جيت بحهم بقوا كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته صح؟ يعني نخليها كده افضل عشان يبين number of list items يساوي تمام. وبعدين عملنا اد، كان احط ليست ايتمز كام، كان عددهم بعد ما عملنا اد هيقول لي هم كانوا خمسه بعد الاضافه بقوا سته، وادي هم الايه القيم بتاعتهم. يبقى الاد بالنسبه لنا ايه ما فيهاش مشكله صح ولا ايه؟ دي الاد. الابديت، الابديت خد بالك منها كويس. انا لو جيت عملت ابديت لازم يكون عندي شويه حاجات اكون عاملها، يعني مثلا انا لو جيت خليني اعملها مثال تاني معلش. بس ادوني معلش دقيقة واحدة وارجع لكم تاني، بعد اذنكم دقيقة واحدة وارجع لكم تاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كنا بنتكلم على ايه؟ الابديت صح؟ ابديت. ابديت. عشان تبقوا واضحين الابديت للاليمنتس في السيت هي ما بتعملش ابديت للاليمنتس، هي بتاد مور ذان 1 اليمنت. يعني ايه بتعمل لما اقول لك انا بعمل ابديت للاليمنتس هي يعني ما بتعملش ابديت، هي بتضيف لك مجموعه جديده. بتضيف لك مجموعه جديده زي الاد بالظبط، بس بدل الاد بتضيف واحده هي بتضيف ايه؟ بتديل جروب، بتديل جروب. يعني لو انا عملت مثلا لو جيت قلت اوردر ستيتس دوت ايه؟ دوت ابديت ماشي، اوردر ستيتس دوت ابديت ماشي، وجيت وانا بعمل ابديت قمت مديله ليست كده مثلا هديله ايه؟ partially paid مثلا we paid
ويطبع ليها وتقول له اطبع لي تاني او خلي اطبع في الاخر دايما خدت خالص. فضفت حاجتين، لو ضفت في خمسه هتلاقي اللي حصل قال لي شيبك وبيندنج وبيت اتحطت كومبليتد وبارشال بيت اتحطت ويت فور بيمنت وكانسل وريفاند. يعني هي عملت اد لاكثر من حاجه جوه الايه؟ جوه ال جوه الست، مش عملت تشينجنج الفاليو. عشان تعمل تشينجنج الفاليو دي قصه يعني الاخوه شويه هقول لكم عليها. هي توقف على ان انت تحذف الايتم وتضيفه. فعليا بتعمل كده. تمام؟ فعليا انت بتضطر تعمل كده. يعني مثلا انا عايز اغير الـ waiting for payment، يعني انا عايز اعمل change in value مثلا، ماشي؟ احنا محتاجينها دي بقى تبقى تحت لان هتبقى مختلفه مع اللي فوق. اقول مثلا ايه change value. انزل. لو انا عايز break. بعد ايه؟ عشان اقدر اعمل ريموف في عندي تو فانكشنز، فانكشن اسمها ريموف وفانكشن اسمها ديسكارد. الاثنين بيحذفوا قيمه. الاثنين بيحذفوا ايه؟ بيحذفوا قيمه. ممكن سؤال يا دكتور بعد اذنك؟ هو الفرق بين اد لوحدها و الفرق بين اد وايه؟ الفرق بين اد وابديت، هي اد هتضيف اليمنتس واحد والابديت ممكن تضيف اكتر من عنصر للست زي الابند والاكستند. اه بالظبط في الليست. يعني دي بتقابل دي الليست كنا بنشتغلها ابند تمام، ودي بتقابل في الليست. في الليست لما كنا شغالين زمان بتقابل مين؟ الاكستند. لكن هي مش ابديت. والدليل ان انا لما قلت له ضفت له بارشال وبيد ضفهم على موجود ما عملش حاجه، ما هو عمل اد عادي صح ولا لا؟ وضاف للدي تمام. عايز اغير بقى بعمل عمليتين مش عمليه واحده، عمليه الريموف وعمليه الايه؟ وعمليه الاضافه. وتبقى كده دي تشينجنج. يعني في قلت في الحذف في عندي حاجه اسمها ريموف وحاجه اسمها حاجه اسمها ديسكارد. الاثنين بيحذفوا. في فرق ما بينهم جوهري صغير بس يعني فرق عميق بس هقول لكم عليه. انت قلت اوردر ستيتس دوت طلع الفانكشنز الموجوده الاقي دي عندي ادي الموف اهي اللي هي برضه قريبه من بوب. احنا اخذنا البوب صح ولا لا؟ اخذناها اللي جايه هي مفهومها واحد بس بنحدد الان. هقول لكم ازاي عشان دي فعلا ما فيهاش اندكس. هقول لكم الفكره بتاعتها فين الريموف. دي الريموف تاني قول اسمها ديسكارد. دي وادي الديسكارد ماشي. هنجرب الاثنين. خلينا في الديسكارد دلوقتي. ديسكارد مثلا وهقول له ديسكارد واديله اسم الايه الايتم اللي انا عايز احذفه وليكن الايتم اسمه ويت فور بيمنت. تمام ويت فور بيمنت وده هيحذفه. المفروض كده هيحذفه وارجع اعاده تاني بالشكل اللي انا عايزه. كده انا عملت ابديت. يعني خليها مثلا كده كابيتال ويت ومفيش فور وويت بيمنت طبعا ويكون انا وصلتها كده شلت ويت فور بيمنت وكده عملت عمليه تعديل. انت هتحس ان انت عملت عمليه تعديل. لو جينا عملنا كده اطبع عرض تمام ورس خمسه كابندنج كومبليت كانسل بيت شيبت ويت بيمنت بقت كده مش عندنا ويت فور بيمنت خالص بارشال بيت وريفاند. دي فعلا اللي هي تشينجنج للفاليو. تشينجنج للايه للفاليو تبقى عباره عن الاثنين. طيب
delete items قلنا عندنا discard or remove. Discard or remove لو جيت شيلت بيجت بالديسكارد او بالموف ماشي. دكتور بعد اذن حضرتك حضرتك جبت مع الديسكارد اد يعني الاثنين بيجوا مع بعض بعد ايه؟ الديسكارد جت مع الاد يعني جبت الاد مع الديسكارد يبقى انا لما احذف بالديسكارد لازم تيجي معها اد ولا اقدرش اغير بيانات كده ابديت كده ابديت بحذف الكلمه اللي مش عايزها واحط مكانها الكلمه اللي انا عايزها عملت ابديت بس مفيش ابديت مباشر مفيش ابديت مباشر ماشي ليه مفيش ابديت مباشر مش عارف يعملوها اصلا هتبقى صعبه ممكن نعملها احنا تبقى فانكشن اضافيه يعني يبقى اقول دوت ابديت وادي له الاولد فاليو كوما والنيو فاليو يعمل لها تشينجينج تبقى معقوله وهتعمل برضه ادو ادو ديليت صح؟ طيب الريموف بتساوي الديسكارد الفرق الوحيد عشان نختصر الكلام لو انا جيت قلت ريموف ريموف بيد اكس بيد اكس تمام؟ هو في بيد اكس دي موجوده؟ هي دي القضيه الريموف هتطلع ايرور في الديسكارد هيعديها يعني خدها الديسكارد قبل البي قبل الريموف الديسكارد هتعديها هيقول لك مفيش بي اكس مش مشكله لكن الريموف هتضرب معانا وتطلع ايرور جزء من خمسه هتلاقي ان هو في السطر بتاع الريموف هو ما زعلش من سطر الديسكارد صح؟ هو زعل من سطر الريموف معناه ان هو عدى سطر الديسكارد فيبقى واخد بالنا ان ده هيريز ايرور هو كده ما شافش سطر الديسكارد يا دكتور ما شافوش سطر الديسكارد الاول شاف وعاء الديسكارد ببساطه تدي اي ايتم لو لقيته بتحذفه طب لما ما لقيتهوش ها تعديه ما يعملش حاجه لكن الريموف اديتيها حاجه عشان تحذفها هتحذفها طب لو ما لقيتهوش يطلع كي ايرور بس هو ده الفرق اللي انا لاحظته ما بين الاثنين لو قلت له احذف البيت ده مش مشكله لو قلت له احذف البيت